صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مشاهدي صباحية دوزان فين ما كنتوا. مرحبا بكم في موعدكم اليومي لنهار الاربعاء هذا 23 مارس. اليوم غادي نتكلموا على واحد نقدر نقولوا حاله مرضيه واضطراب في النوم. غنتكلموا على بغطات. نعم، بغطات اكزيست فريمون، تيتسمى باللغه العربيه شال النوم. غادي نتكلموا عليه بمعيه الدكتوره ليلى بشرى. مرحبا بكم معنا. ككل يوم حاضر معنا السي نبيل العياشي اللي غادي يتكلمنا هو على اكله مغربيه شعبيه ومحبوبه جدا واللي هي الرفيسه. يا سلام، كرهنا شي وحده دابا شي قصه عياك. ان شاء الله. صباح الخير سميره، صباح الخير ساده المشاهدين. فاكيد في العديد من الحلقات تحدثنا على الرفيسه، فاليوم غادي نشوفوا الفوائد ديالها. ومن الرفيسه التيراميسو، هذا يدل على الانفتاح ديال البرنامج على كل الدول، دول العالم في مجال التراث ديال الطبخ. فالتيراميسو هو اللي غادي يقدم لنا الشيف هادي بعد قليل، طريقه سهله واقتصاديه كيف ما معودنا. غزلان كوار هي مقصها لنا مكياج بالوان فصل الربيع، فقره اللباس التقليدي. ليلى حديوي غادي تدينا لمدينه اكادير. صباح النور. صباح النور سميره. لون رائع وتاك جاكسي حمق ليلى. ميرسي سميره. صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم عندنا كيف قلتي مصممه ازياء من مدينه اكادير، معنا ناديه افروخ، فابقوا معنا. شحال مره تبغي تحيدي شي اتيكيت من شي بول ولا شي حاجه ديال الجر ما تبغيش تحيد لك؟ ودي فوا كنجرح يدي. ومالك على حالتك؟ هدى جنان عندها الحال الطبيبي. فقط نصائح اليوم صباحيه دوزام، صباحيه دوزام اللي مستضفه ضيف اخر فقره نجوم النجوم. معك ليلى شوي. صباح الخير سميره. اوكي هي عنوان الاغنيه الجديده ديالو نزار يدير، حضر معنا بالفيديو كليب كذلك. غادي تسمحوا لينا مشاهدينا ولكن غادي نبداو بغطات. اذا دكتوره ليلى، بغطات علميا كاين؟ فعلا هو كاين، هو ماشي مرض، هو نقدر نقولوا انه اضطراب ديال النوم. الوغ شنو هو هذا بغطات؟ هو كيجي للشخص اما فاش كيبدا يديه النعاس ولا فاش كيبدا يفيق من النعاس. شنو كيوقع؟ الشخص ما كيقدر لا يتحرك ولا يغوت، ومع هذا الشلل ولا هذا عدم القدره على الحركه كتكون واحد الهلوسه. هو انه كيتصور واحد الموقف مخيف. دونك تقدروا تصوروا معايا جميع المواقف اللي كتكون مرعبه وجايه والشخص كيعيشها ولكن ما قادرش يتحرك وما قادرش يغوت، وبعد الخطاس يكون عارف راسو تيحلم وما قادرش يفيق. اكزاكتو، ما قادرش يفيق وما قادرش يتحرك. عندها اسباب هذه الحاله؟ عندها كاين عوامل اللي كتخلي هذا المشكل يبان، ولكن باش غنحاول نفسرو علميا باش نقدروا نفسروه. غادي نفسروا المراحل ديال النوم. خصنا نعرفوا بان النوم كيكون على شكل دي سيكل او دورات. في الليله كتكون ثلاث دورات حتى لخمس دورات، في كل دور كيكونوا مراحل. في الاول المرحله الاولى هي لا سومنولونس، هو بان الواحد كيبدا كيديه النعاس. دونك ليتا دو فيجيلونس كيبدا كينقص، التركيز كينقص، اليقظه كتنقص، ولكن الشخص كيكون باقي واعي. من مورها كيجي لو سومي ليجي او النوم الخفيف. الوغ هنا الوعي كيبدا ينقص، كيكون ارتخاء، ولكن الشخص كيسمع المحيط ديالو. الا كان شي حد كيهضر ولا كانت التلفازه مشؤوله فهو كيسمعها. الوغ من مور هذا النوم الخفيف عاد باش كيجي ذاك النوم العميق ثقيل ثقيل. هذا النوم هو اللي كان فريمون كنرتاحوا فيه وكيكون ريباراتور. دونك الناس اللي ما كينعسوش مزيان في هذه الفتره هما اللي كيكونوا كيقول لك واخا كنعس راه ما كنرتاحش. وكذلك هذا النوم العميق مهم بزاف للاطفال، لانه هو فاش كتفرز هرمونات النمو، فاش كتكون انقسامات ديال الخلايا. الوغ من مور هذه المرحله الثالثه كاينه مرحله رابعه هي اللي كتهمنا، هي كيتسمى لو سومي بارادوكسال. بالعربي كيقولوا ليه النوم الحالم، ولكن لا ترجمناها غنقولوا بحال اللي قلتي النوم المتناقض. علاش متناقض؟ لان العقل كتكون فيه، الدماغ كتكون فيه واحد الحركه، كتكون واحد الحركه العينين، ولكن الذات كيكون واحد الارتخاء تام، واحد شلل تام ديال العضلات ديالنا. هذا قبل الاستيقاظ بشويه. لا نقول لك هذا سي ان سيكل كيبقى يتعاود خمسه حتى ثلاثه المرات. وفي هذه الفتره هي فين كتكون الاحلام، هي فاش كنبداو نحلموا كتكون اون اكتيفيتي سيريبرال، وهي فين كيجي شلل النوم. الوغ شنو كيوقع في شلل النوم؟ كيوقع واحد الاختلاط ما بين حاله النوم وحاله اليقظه. فالشخص بما ان الدماغ ديالو فيه اون اكتيفيتي فهو كيقدر يتصور واحد المواقف، ولكن الجسم ديالو ما كيتبعوش، الجسم ديالو هو مرتخي تماما. بحال نقدروا نقولوا شي فيديو فيها الصوت وما فيهاش الصوره، ولا الصوره وما فيهاش الصوره. اكزاكتومون. وخصنا نعرفوا بان هذا كاين السيناريو ما كاينش الاحداث. اكزاكتومون، ما كايناش الحركه. ما كايناش الحركه. خصنا نعرفوا بان هذا المشكل هو جد منتشر، فتقريبا 60% ديال الناس فاتوا عاشوا هذه التجربه ولو مره واحده. ولكن
ولكن امتى هذا الاضطراب كيولي مؤرق؟ لما كيكون متكرر بزاف، فكاين تقريبا 6% ديال الناس اللي عندهم هذا المشكل اللي كيكون متكرر. يعني متكرر يوميا؟ يوميا كيجيهم بزاف، وكيولي كيأثر لهم حتى على النفسيه ديالهم وعلى الجوده ديال النوم، ما كيبقاوش ينعسوا مزيان، كيولي ينعسوا خايف. اكزاكتومون. دونك هاد الناس دي فوا كيجيو اون كونسلطاسيون على قبل هذا المشكل. دونك لما كيجيو هاد الناس اون كونسلطاسيون، اول حاجه كنديروا هو اننا كنفسروا لهم بعدا هاد المراحل ديال النوم. لان فاش كيفهموا المرحله اللي كيجي فيها بوغ طاط كيقدروا يتعاملوا معاه. قبل ما نقول التقنيات اللي نقدروا نديروها باش نتعاملوا مع هاد بوغ طاط، ما فيها باش نذكر يعني الاسباب. هناك تقنيات، يعني هناك حلول اللي تقدموا للناس. اكزاكتومون. نقدر نقول كاين ما عندناش اسباب مباشره، ولكن كاينين عوامل اللي كتخلي هاد بوغ طاط يجي. اولها التغليقه. اكزاكتومون. قبل ما نعسوا رفيسه. الا كان واحد العشاء اللي كيكون غني بزاف بالماكله، ماشي بالماكله، غني بزاف بالاغذيه اللي كتكون غنيه. ولا الشخص كيكون عنده ستريس ولا الضغط كثير في الحياه ديالو، ولا كيكونوا الاوقات النعاس ديالو متغيره، ما كاينش ديما في نفس الوقيته. دونك هاد الناس كيجيهم هاد الاضطراب بزاف. دونك كما قلت كاينين واحد التقنيات كنقدروا ننصحوا بهم هاد الناس باش يعرفوا كومون جيغي، ولا كيفاش يتعاملوا مع هاد بغطات لما يجيهم. كيف ما قلت راه العقل كيكون واعي، كيكون واحد لو دوغري دو كونسيونس. قلت لك بعد خاصنا نعرفوا راسنا تنحلموا. اكزاكتومون. دونك لما الشخص كيحس براسو وقع ليه المشكل ديال بوغطاط، اول حاجه خصو يدير هو انه يحاول يدير اون ريسبيراسيون ولا تنفس اللي يكون بطيء وهادئ. داكوغ. ويحاول غادي نعقلوا على هادشي زعما. الشخص اللي كيعاني منه لانه كل نهار كيجيه، ويعني وعطى بنتائج هذه. داروها الناس. داروها الناس. دونك ما خصكش تبقى دابز انك تتحرك، لانه ما غاتقدرش تتحرك، لانك تكون فريمون اون باراليزي. دونك كدير واحد التنفس اللي كيكون عميق وبطيء، هو اللي كيخليك انك تستيقظ. كاينه مساله اخرى، هو ان داك لا باراليزي ولا داك الشلل كيكون في لي موسكل ولا العضلات المحوريه، العضلات الكبار ديالنا، ولكن العضلات الصغار ديال الاصابع ديال اللسان ودال الاطراف كنقدروا نحركوها. دونك il suffit ان الشخص يحرك اما صبعو الصغير، صبع ديال رجليه ولا ديال يديه، ولا يحرك لسانه وكيفيق. سبحان الله. دونك كاين دي بوتيت تكنيك ولا نصائح صغيره كنقدروا نعطيوها لهاد الناس، وكيقدروا وكيقدروا يفيقوا من هاد بوغطات. وكذلك ينصح ان هاد الناس الشخص اللي كيكون اكزاكتومون هادي ديال الفيق، خص الشخص اللي كيكون ناعس معاه الى حس بالشخص انه حتى تبان عليه واخا ناعس، كتبان عليه انه كيكون مضطرب، كيكون ان جيميسمون بحال كاينين الشخص لا ريسبيراسيون ولا التنفس ديالو كيولي مجهد. دونك خص اللي كيكون ناعس هذا يفيقوا. il suffit انه يفيقوا، صافي الشخص كيخرج من لاكري، تيعتقوا من هذيك الطيحه ولا من هذيك الحاجه اللي غادي تكون جايه ليه. اكزاكتومون. سبحان الله. بغيت نقول اسامير واحد الاضافه، هذا بوغطاط هو مختلف على دوك لي تيغور نوكتور اللي كيجيو للدراري الصغار. كنا وليداتنا ان سيغتان مومون فيغ لاج دو 3 كيبداو يبكيو وكيفيقوا في الليل. الوغ شنو هو الفرق؟ هو ان داك هاد لا تيغور نوكتور كتجي في النوم العميق. دوك فاش كتحلي على الطفل بالليل كتلقاه كيغوت وجالس وحل عينيه ولكن راه ناعس. دونك il suffit انك تفيق وتهدئ وكيعاود ينعس وما كيعقلش نهائيا على شنو وقع. باغ كونطخ هاد بوغطاط كنعقلوا عليه لان العقل ديالنا كيكون واعي. سبحان الله. شكرا لك بزاف على التوضيح. كنتمنى ان نكون وضحت. لا وضحتي، انا كنتمنى فقط ان المشاهدين يعقلوا على الصبيه الصغير واللسان والتنفس بهدوء. جميل. كيقدروا يفيقوا من ذاك الحاله ان شاء الله. نتمناوها، يعني الله يبعد علينا الكوابيس وهذا الشلل النوم. ما عرفتش علاش منين جبنا هذه السميه ديال بوغطاط، حيت كيزوين. شكون هو هذا غطاط؟ شكرا لك على عينا دكتوره ليلى بشرى. نمشيو اللحظه عند هدى جنان، فقره نصائح اليوميه. هدى جنان غادي تنفعينا اليوم لان مشكل في حقيقه عويص. انا تنشكرك بزاف بعد اختيارك لهاد المواضيع، لان تختاريهم من المعاناه ديالنا، المعاناه اليوميه ديالنا كسيده. اكيد اكيد. فتجينا حشومه نحطوا اواني وفيهم التيكيته ديالهم، بعد الخطات نعيوا نحكوا فيهم كما قالت ليلى حديوي والو كتلصق. فكما قلتي هذا هو الموضوع ديال اليوم، لان كنعرفوا هذا مشكل كبير عندنا كاملين السيدات، ان لي زيتيكات ما كيبغوش يتحيدوا. علاش ما كيبغوش يتحيدوا؟ علاش؟ لان لي تيكات اللي كيكونوا هنايا فيهم اما الكود باغ مع الثمن كيكونوا لاصقين بواحد اللصقه اللي هي كدار لي تيكات وكدوز في السخونيه. ديك السخونيه هي اللي كتثبت لنا لي تيكات. خاصها السخونيه. خاصها السخونيه. الا مشينا حتى درناها، انا نوريكم القرعه، الا مشينا بحال دابا خدينا اي اناء مثلا، هذا انا نوريكم دايره فيه الماء بارد، ياك ملي غدير فيه الماء بارد او غادي تخشيها فيه ما غاديش تحيد لك، بالعكس غادي تزيد تثبت
وبالتالي ملي كتحيدها كتولي كلها مجلخه وما كتبغيش تحيد. الوغ باش يمكننا نحيدوا هذا المشكل هذا، اول حاجه القرعه عاد ما غادي نديروا فيها انا نخوي هذا الماء بارد، لان ما صالحش ما خصكمش نهائيا تمشيو للروبيني وتحطوا وتجلسوا كتحكوها. الا قاست الماء بارد تما بقيتي غتولي ديك اللصقه معلكه وكتزيد تلصق وكتزيد وكتشد الوسخ وكتعسل ما كتبقاش مزيانه. دونك اول حل كناخذوا، نوريكم الحيل كيفاش يمكننا نحيدهم بطريقه جد سهله. كناخذوا الماء اللي هو غليان مزيان بسم الله وكنكبوه في القاع ديال القرعه. هاد القليمه ما نقدروش نديروها في الاواني ديال الزجاج كاملين لان كاين شي وحدين اللي ترتقوا. الا كان انا غادي نوريك اللي غادي يترتق نديروا له حل اخر. واضح. غادي نخليوها بحال هكا واحد المده حتى ليتيكات صافي بوحديها غادي تطير، ما نحكوهاش بوحديها غادي نمشي معاها وتقلع. هذا اول حل. ثاني حل يعني الطريقه، الطريقه الثانيه هو اننا في عاد ما كنعمروا القرعه كنمشيو اناء نعمروه بالماء السخون وبالتالي كنخليوه فيه. وغادي نوريك شوف كيف كتحيد من بعد واحد الفتره، شوف غير بصبعي كنحيدها ما كيبقى فيها حتى شي حاجه. دونك ها هي ليتيكات اللي كانت لاصقه مزيان وكتبقى هنايا كتبقى رطبه ما تيبقاش ديك لاكول لاصقه، بالتالي كيمكننا نمسحوها وكيولي عندنا الاناء هو نقي ما فيه حتى شي مشكل. دونك كما قلت لكم ما نديروش نهائيا الماء اللي هو بارد. ثاني حل اللي غادي يمكننا الا كان كما قلتي الاناء او لا الحاجه اللي هي كتكون يمكن لها تهرس، حنا ما عندنا حتى حاجه اللي غادي يمكن لها تهرس. غادي ناخذوا مثلا هاد الفاس ما بغيناش حنا نديرو له الماء سخون، غادي نقلبوه وناخذ هنايا غاليه ديالك ما نقدرش نجيب بلا ليتيكات، هو الموضوع كله دايز على ليتيكات. دونك ناخذ هنايا الزيت اي زيت عاديه ومن هنا كيمكننا حتى ديك الزيت ديال القلي اللي كنسيبوه نخليوه على هاد المسائل هادي. دونك كنمشي غادي ندير لها بحال هكا وغنفزقها مزيان بشويه ديال الزيت وغنخليها حتى كنحسوا بليتيكات صافي راها باش غادي نعرفوها بدات كتقلع. انا غادي نوريكم اسمح لي يا سميره. دونك هنايا ليتيكات كيفاش غادي تبدا كتقلع، شوف كيفاش ولات ترونسبارونت كتولي بحال ترونسبارونت. شوف غادي يمكن لي انا نحيدها، غادي نمشي هنايا ناخذ الموس ديرها بحال هكا وكتحيد بواحد الطريقه اللي هي سهله جد سهله. الا بقات شي حاجه شي شوائب بحال هكاك نعاودو نزيدو لها شويه ديال الزيت، ما نديروش نهائيا الماء باش ما يخسرناش، لان كان كما كنقول لكم ملي غادي نديرو الماء هو اللي كيعطينا داك المشكل باش كتبقى عاد كتزيد تلصق وما كتحيدش وبالتالي كتحيد نهائيا ما كتبقاش عندنا ليتيكات. دونك هذا هو الشكل الثاني اللي غيمكننا نستعملوه. دونك اما الماء سخون او لا طيب مزيان نديروه في وسط القرعه ونصبروا عليها لان هذه ديجا هنايا القرعه غادي تشوف غادي تولي كتحيد. هيا دي شتي كتولي كتحيد بطريقه سليقه ونحيد لك انا؟ لا ماشي مشكل، كنا نحيدوها غير بحال هكا. هي خاصنا نخليوها شويه ديال الوقت. هاي هي اللي تحيدت، غادي نحيدوا هذا الشيء وغادي نخليو عاوتاني الماء سخون باش يتحيد اللي باقي تحيد لهذا. دونك بالتالي كتحيد ليتيكات بطريقه اللي هي سهله. نفس الشيء درنا هنايا بالنسبه للزيت، غنوريكم مره اخرى. دونك هنايا درنا هطليناها كلها بالزيت، شوف كيفاش كتقلع بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا وبالتالي ما غيبقاش عندكم هذا المشكل ديال هاد ليزيتيكات اللي كيكون فيهم مشكل كبير. ومن بعد الى سبحان الله بقات لكم واحد شي شويه دونك هنايا غادي نحكوها بحال هكا وصافي. صافي اما باب الشتاء اولا باب شي حاجه ماشي بجيكس ماشي بهذاك الشيء ديال المعلق اي حيت هذوك عاوتاني راه كيجرحوا الدجاج وكيخسروه ونمسحوها وبالتالي كيكون عندنا سهل جدا اننا نحيدوا ليزيتيكات اللي هما كيكونوا مشكل كبير سورتو في الكيسان او لا كان عندك سيرفيس ديال 24 كاس خاصك تحيد صافي. هذوك غادي ناخذوا غير كما قلنا واحد الشيفون نديروا فيه واحد شويه ديال زيت وين نفزقوهم مزيان ومن بعد نحيدوهم ونغسلوهم وبالتالي نقدروا بلا ما كيكون عندنا ديك ليزيتيكات لاصقين كيجيو حشومه بزاف. شكرا لك هدرنا على النصائح ديال اليوم. مشاو لحظه لنصائح اخرى من عند سينابيل العياشي بقاو معنا. نبيل عياشي ما كرهناش شي رفيسه وللاشاره فقط نبيل عياشي جاب لنا رفيسه صباحيات دوزيام وكانت من الد ما يكون. تحيه للام ديالو مدام العياشي بالدجاج بالديال لا وبالحلبه ها شايف الحلبه. مدام انا كنتي مقتنعه وجبتيها لنا الا عندها واحد الخصائص غذائيه كبيره كبيره شنو هي؟
طبيعة الحال فالرفيسة هي داخلة في العادات الغذائية المغربية ولا في الأطباق الغذائية المغربية اللي الآن الغرب أصبح تيدير حتى هو أطباق بحال الرفيسة. وأنا تنقول كيف ما كسكسو تسارى العالم كامل فنكونوا متأكدين أن قريبا عاجلا غادي نشوفوا الرفيسة كذلك تتسارى العالم، يعني غنبقاو ندخلوا غنبقاو نمشيو لباريس ونمشيو لجنيف ونمشيو لدول العالم أخرى وغناكلوا الرفيسة نظرا للقيمة الغذائية اللي فيها وغناكلوا الرفيسة بالدجاج البلدي. علاش؟ لأن كاين واش كاين فرق أصلا؟ ربما المشاهدين غيطرحوا السؤال واش كاين فرق بين الرفيسة بالدجاج البلدي والرفيسة بالدجاج الآخر؟ بطبيعة الحال كاين فرق، نقدر نقول أن لا مجال للمقارنة وفقط غنفتح قوسين ونسدهم دغيا، لأن كاين بعض الناس تيقول لك ما تناكلش الدجاج البلدي. عنديش معاه زرق. فبغيت غير نسال واحد المساله، لانه ربما تيشوفوا ان ذاك الدجاج البلدي تياخذ ربما الدود ربما تيكون تنقب الى اخره. فالدجاج البلدي كباقي بعض الطيور عنده الصفايه في الجسم ديالو، هي ديك القنصه ولا القنصه اللي تنحيدوا هذيك الجلده، فهذيك تتخلي بحال شي غربال، تتخلي ما تتخليش السموم انهم يدوزوا. سؤال الله يخليك، انا من المحبين ديال هذيك القنصه. مزيان حيت الجلده تتحيد. وراه جوستومون تيقول لك القنصه هي اللي تتصفي كل شيء. لا ولكن حيت الجلده تتحيد كل ما هو سموم. حيت الناس الجلده تتحيد هذيك الجلده تتحيدوها بحال التيكات اكزاكتو تتحيد بالسخونيه حتى هي تماما. فهذيك تتحيد، هذيك هي الصفايه، يعني كل ما هي سموم اصلا ما تدوزش عند الدجاج البلدي. دونك السموم ما غاتكونش في الدجاج البلدي بطبيعه الحال، باغ الا كلا شي حاجه اللي هي كيميائيه ولا شي منتوجات اللي هي غريبه بعض الشيء. فهذه فقط بين قوسين بعض الناس اللي تيكون عندهم ربما نفسيا ما تيتقبلوش انهم ياكلوا هذاك الدجاج البلدي، فهو غني بالحديد وما فيهش كوليسترول مقارنه مع اللحوم الاخرى. علاش؟ لان الدجاج تيكون دائما تيدور دائما تيتسرى، وبالتالي فهو تيحرق الشحمه وبالتالي ما فيهش نسبه الكوليسترول. اتلات مع راسي. الوغ بغيو نهضروا على الرفيسه، فالرفيسه هي تتجمع شنو تيكون في الرفيسه ليلى؟ يدس زيد بصله ثومه. لا ما نديرش فحنا بعدا ثومه. واخا ماشي مشكل. الله يسامحك. الربيع الحلبه. الحلبه هذيك بوحدها ما تطيبوهاش مع، ولكن تتكون في الرفيسه هي الدجاج والمسمن داكوغ والسمينه والسمن هذا اللي كيبغي عاوتاني. الوغ هنا تنسميو الرفيسه تنقولها تتسخن، تنقول فيها مسخن تتسخن. الوغ هذه السميه ما جاتش هكاك، لان فعلا ان التناول ديالها بهذه المكونات الغذائيه اللي كاينه فيها، ملي غنجمعوا الحلبه وغنجمعوا العدس وغنجمعوا البصله وغنجمعوا الدجاج البلدي ومع هذاك المسمن، فهنا تنجيبوا تقريبا مسخنات مسخنات نعم مسخن. فهنا تنجمعوا جميع المكونات الغذائيه اللي الجسم محتاجها ماشي فقط كطاقه، وهذه هي النقطه الايجابيه اللي كاينه في الرفيسه. ما تنهضروش على الطاقه في الرفيسه، اكيد غتعطينا طاقه ولكن لينا بالليل باش ما يجيناش بغطات خصنا نبقاو حتى تستوي عاد نعسو على ما تهضم ككل عشاء ككل عشاء. فهنا ما تنهضروش على الطاقه، تنهضرو على عقلتي. فاش هضرنا على سن الطماط هضرنا على الفيتوستروجينات وقلنا بان الفيتوستروجينات كاينين في الصوجه وقلنا بان كاينين في البقوله وهو كاينين كذلك في الحلبه. داكشي علاش الحلبه عندها الرفيسه ككل نظرا لهذه المكونات الغذائيه اللي فيها عندها علاقه مباشره بالهرمونات ديال المراه، وداكشي علاش تتعطى بالنسبه للرفيسه باش تزيد إدرار في إدرار مادة ديال الحليب. فمن تجمع هذه المكونات هذه صعيب أنك تلقى طبق آخر أو لا مكون غذائي أو لا أن كومبليمون أليمونتيغ أو لا منتوج غذائي اللي فيه المكونات الغذائية اللي كاينين في الرفيسة. ماشي ضروري نفس الأغذية ولكن ما كاينش ما موجودش الآن. كاين على حسب المناطق في المغرب كاين اللي تيسو بالرفيسة كيف ما قالت ليلى حجيوي بالمسمن وغيره، وكاين اللي تيديروا التريد. أييه مزيان. هو مزيان. حيت علاش المصدر مصدر واحد وكاين أبعد من هذاك اللي تيبقى الخبز ملي تيبس بكبوكة. نعم. هذيك سميتها بكبوكة. كاين بزاف الأسماء. تردع نعم. فهذيك تيدير فيها الحمص. غير هي ما تيكونش غالب الفول. هي غالب الأحيان ما تيكونش فيها فيها الدجاج كتكون بوحدها. نعم. كنخيلو هذه اللي كبير. شتي شحال زوين الاطباق المغربيه؟ يعني عالم من الجوده، عالم من البنه، عالم من الصحه. فمن تنهضر على الرفيسه ان عندها علاقه مباشره بضبط الهرمونات خصوصا ديال المراه داخل الجسم ديال الانسان. فقلت بان صعيب اننا نلقاو هذه المكونات الغذائيه اللي كاينين في الرفيسه باش نجمعوهم ونلقاوهم في مكونات غذاء في طبق اخر ولا في مكون غذائي اخر. الان المشكل ديال الناس اللي ما تيتناولوش الرفيسه او الناس اللي ما تيتناولوش. علاش عندهم مشكل؟ بطبيعه الحال يكون عنده مشكل لان ما غيجيبوش هذيك المكونات الغذائيه في دقه واحده غادي يجيبوها. علاش؟ هنا غنرجع للتكامل الغذائي، لان ملي تتجمع المكونات ديال الحلبه وتزيد عليهم المكونات ديال البصله وتزيد عليهم المكونات اللي كاينين في الدجاج البلدي
تجيب اون بون فيتامين اي اونسيل مينيرو اللي تدخلها للجسم ديالك اللي الكل يتكامل فيما بعدهم وتستفد منه بواحد النسبه اللي هي عاليه بالنسبه ليا. منصوح بها الاطفال الصغار كذلك. بطبيعه الحال هي منصوح بها ماشي لان المشكل دابا الناس ياكلوها مره هي اللي جبتها لنا بيعيا. مرحبا على الراس والعين. هذه رساله للام ديالك على الراس والعين. بيع ليها تقريبا داك شو سميتها الام ديالك لاله فاطمه. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه لاله فاطمه. الصحه وراها على سميره. انت الله يعطيك الصحه ويعطي الصحه للعيالات المغربيات كاملين. غير اللي تنبغي نقول ان الناس خاصهم يدخلوا هذا التقشير نقدروا نبقاو اسبوع كامل ما ناخذوش اللحم. حيت كاين اللي غيقول لك الدجاج بلدي غالي. نعم ولكن نقدر نبقى الاسبوع كامل ما غناخذش اللحم ونهار كما تنديروا نهار الجمعه كسكسو يمكن نهار السبت ولا نهار الاحد نديروا طبق عائلي يكون جمع في هذيك اللمه وهذيك اللمه ما عندها ثمن. خاصها تخاد. خاصها تخاد بشكل اسبوعي. ما درناش بالحلبه. لا مزيان تخاد الحلبه. غير شويه مزيان تخاد مزيان تخاد حيت شوف هذيك الحلبه هذيك الريحه الناس اللي تعانيوا من ريحه الحلبه هما الناس يا اما اللي تيكونوا ما تيديروش الرياضه هذه النقطه حيت ماشي الحلبه اللي تمشي لاصال انت واكل الحلبه لا 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 قبل حيت المشكل ماشي الحلبه هي اللي تعطي الريحه ديال الحشاك ديك الريحه خايبه راه الجسم ديال الانسان تيكون اصلا عندنا سموم دونك هي اللي ديغال دونك هي كاينه فيها الريحه ديالها وتتزيد تتزاد الصعوبه دونك الناس اللي ما تيشربوش الماء بزاف هما اللي تيعانيو من ريحه الحلبه والناس اللي ما تيديروش الرياضه بزاف هما اللي تيعانيو مشكل الحلبه حيت كاينين الناس يشربوا الحلبه كل نهار ولا تياكلوا الحلبه كل نهار وما عندهمش فيهم مشكل ديال الريحه فهنا خاص الناس اللي من ناخذوا الحلبه خاصنا نشربوا الماء بزاف هذه النقطه الاولى وتيخصنا نكونوا تنتحركوا باش نكونوا تنيليمينوا هذيك السموم تعشى وتمشى واحد عاد باش نعس باش ما ديرش بغطات. شكرا لك سي نبيل ياشي. نمشيو لحظه نصوبوا طبق اليوم مع الشيف هادي واللي هو ان تيراميسو. ما تاكلوش مورا الرفيصه. صباح الخير الشيف هادي. صباح الخير اخت سميره. صباح الخير مشاهدي الكرام. انا من عشاق التيراميسو وداك الشيء اللي درته والله الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك. غير هي المشكل في التيراميسو في جبنات الماسكاربون وبطبيعه الحال تكون غاليه شي شويه ماشي كلشي الناس يقدروا يستعملوها في التيراميسو. شنو اقترح علينا اليوم؟ دابا هذا هو المشكل اللي عندي بارفو كنلقى اثمنه وكنقلب باش كنلقاو ديك الاثمنه رخيصه. حنا حتى كنوصلوا لكرشنا وكنبقاو تشطروا عليها بزاف. نحاولوا ما امكن 250 غرام كدير 25 درهم تقريبا اللي كدير ماسكاربون بيتوين 25 تلقاهم 60 درهم بعد اختراعات. لا انا شريت 200 يمكن عاد خرجت هذه الماركه الجديده. خرجت واحد الماركه جديده دابا ايطاليه كتب 60 درهم. لا دابا كاينه ماركه مغربيه 25 حتى نديروا الماسكاربون 25 درهم مزيان ولكن ما نحتاجوش نديروا كاع 250 غرام. انا درت 250 غرام هنا لان عندي التين كبيره عندي المول كبيره سو كنديروا 250 غرام ديال القشده الطريه اللي ضربتها هنايا و 250 غرام ديال الجبنه. هذا الشيء اللي خاص كاين اللي كيدير فيها البيض ديال البيض ديال البيض والصفر ديال البيض. انا تنصحكم تيراميسو من 1972 بدلوا القاعده ديال البيض وبالاخص المراه اللي كانت حامله صعيب عليها باش وسيرتو الا كان بقى البيض. دوك هادو هما المكونات زائد القهوه والشوكولات اللي غادي نديروها الغبره سيتو يعني طريقه وهذه هي لاباز ديال تيراميسو من 1950 لان حتى شي واحد ما مدون هذه القضيه ديال تيراميسو شكون اللي جابها. تنستعملوا هذا لي لون دو شاياك خص لابد يكون هذا هما القاعده ديال تيراميسو. كاين اللي يستعمل البسكوي عادي يقد يستعمل ولكن تيراميسو الا ما كانش هذا اللي غادي يشرب لك القهوه ويتنسمها ما يمكنش. دونك اول حاجه تنديروا تيخصنا واحد 100 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان تلوحوا فيها واحد العشق صغير ديال معلقه صغيره ديال السكر ديال لافاني. من بعد شنو تنديروا تناخذوا القشده الطريه اللي ضربناها 250 مليلتر معايا ديجا عطاتني هنايا غادي نزيد عليها داك الشيء اللي كاين قشده دائما الا ما درت فيها حتى شي حاجه من غير السكر واللي ما بغاش يدير السكر ماشي مشكل لان ديجا القهوه فيها السكر والبسكوي حلو والماسكاربوني حتى هو حلو يعني ماشي لازم اننا نديروا السكر في اي حاجه. تندير هاد القشده الطريه اللي ضربناها من الالوان المختلفين لان القشده الطريه مختلفه درت جوج الاشكال. علاش درت جوج الاشكال؟ باش هنا تنعاون التيراميسو لان كيكون هذا اللون هذا تنعاون التيراميسو لان كيكون هذا اللون هذا باش كنجبد لان نورمالمون التيراميسو كيخص يخرج لنا بحال اللي هارب القهوي شي شويه ما يخرجش بيض بزاف. دونك باش غادي نعاون تندير هاد الجبنه ديال 25% وتندير وتندير ديال 35%. علاش؟ باش تندوز فيها هاد الشيء ديال الماسكاربوني باش كيعطيني واحد اللمعه. لا الا فهمت معك شاف هادي. نعم عندنا قشده طريه بوحديتها خليناها طربناها اون ايج ياك. نعم ولات شانتي عندنا شانتي هنا. نعم وخلينا شويه منها خلطناه مع شويه ديال القهوه باش كيعطيني ذاك اللمعان وبكي ترجع ليا
بحال الماسكربوني. وخلطتيها مع الماسكربوني. مع الماسكربوني باش تحل ديك القشدة. طلعناها شي شوية مع اختيرة القهوة باش تبدل اللون وخلطناها مع الماسكربوني. مع الماسكربوني باش تعطينا هذا اللمعان هذا. من بعد كنخلطوها مع هاد القشدة الطرية اللي ضربنا قبيلة. لان ماسكربوني بزاف اللي كاين دابا كاينين تحسينات في الماسكربوني بزاف اللي كيدير اشكال ديال لي ماسكربوني واحد باش كاين السمو دابا كاين ديال لي فغيس كاين ديال الشوكولات ديال كلشي ولكن انا تنصح هذه هي لاباز هذه هي القاعده وفعلا اخت سميره داك النهار فاش هضرتي لي على الماسكربوني قلت انا غادي نديرو هذا نورمالمون كاين اللي غادي يقدو يديروا بواحد النوع ديال الجبن صغير ولكن ما تيعطيش المذاق بحال الماسكربوني بحال الطريقه هذه واش كيفاش جات خفيفه خفيفه بطبيعه الحال لان القشده الطريه ما ضربناهاش بزاف وكنصحنا القشده الطريه ما تكونش دسمه بزاف باش ما تغلب ليناش على المذاق ديال الماسكربوني من بعد كي كنخلط هذا الشيء كله تناخذ هادو كنقول لهم حنا المول هاد المول وكناخذوا هاد الاصابع ديال البسكوي وهادو هما اللي خص يكونوا في التيراميسو الا ما كانوش هادو ما كاين والو تنحطوهم هنايا ونورمالمون ما تنحطوهمش في هاد الجهه اللي فيها السكر تنحطوهم في هاد الجهه اللي كاينه لتحت وما تنحاولوش نشربوهم كاملين كاين اللي كيتشربكم لان اللي خليهم في الثلاجه فاسقين بلا قياس بلا قياس وما تعطيناش ديك النكهه اللي بغينا هذه هي الطريقه الصحيحه ديال هذه هي الطريقه الصحيحه ديال التيراميسو وكما تنعرفوا التيراميسو ماشي يعني ماشي شاف هادي الا كان ممكن تورينا كيفاش دير الجناب درنا لا ما جناب هنا الفوق ما تديروهاش لا ما تنديروهمش بزاف اللي كيدير دوك الجناب هذوك التحسينات اللي بغى يديرهم في الكيسان يديرهم ولكن تنعطيكم القاعده طبقات القاعده ديال التيراميسو هي هذا وعرفت سهلتي علينا الامر مزيان ما خصكوش ديروها في الجناب نهائيا بحال الطريقه هذه غادي ياخذني واحد شويه ديال الوقت ولكن معليش اخت مخرجه تصبر معنا لان التيراميسو بزاف تيسول عليه وكيقول لك الطريقه اللي ما كاين اللي ما تيصدق ليهمش بحال الطريقه هذه سهل سهل هو غير هي الطريقه باش غادي تضربي القشده الطريه والماسكربوني طريقه باش غادي تجانسيهم تجمعيهم واما الا بغيتيو مثلا ديروهم في الكيسان صغار تقدروا ديروهم في الكيسان نفس الطريقه غير في الكيسان ما كنكثروش البسكوي وبزاف ديال اللي مشينا بزاف ديال لي ريستورون ما تلقاوش البسكوي ما تكثروش البسكوي هنا نورمالمون التيراميسو خص يكون فيه البسكوي وعرفتي تيكون كل قشده تيجي ثقيل ثقيل بزاف لان ما كانش الا ما كانش هذا البسكوي هذا يعني سي با يعني تيولي بحال الموس بحال الموس سيتو حنا كنطلبوا من الله هذا يعجبهم احنا غادي نوريهم غير هاد لاباس غير الطبقه الاولى الطبقه الاولى يديروا الطبقات اللي بغاو يديروا الطبقات وفي الاخر كنديروا القشده طاريه كامله اللي خلطنا الماسكربوني كندوزوا عليها بسميتو كنرشوا عليها الكاكاو الكاكاو بودر الكاكاو كنديروا بحال هذا الشكل هذا من بعد كنشدوا شي معلقه ديال العود او اي حاجه كنبقاو نستفوها بحال هكذا قاتي تيراميسو تيبقى ان ديسير جديد وتيعجب كلشي تيعجب كلشي لا درناه الناس الضياف ديالنا سيغ بانه غادي يعجب غادي يعجب بطبيعه الحال وغير هو خصو يكون بطريقه اللي هي مناسبه لان دابا مع كثرات بزاف ديال كثروا بزاف ديال الافكار ديال لاكويزين وكثروا بزاف ديال المواقع الالكترونيه خصنا نرجعوا لا سامبليسيتي لا سامبليسيتي لان لاكويزين هي لا سامبليسيتي الفوق تدير عاوتاني نفس الشكل تناخذوا هادو نفس الشكل وكنحطوهم هنا تخي بيان دونك عرفنا معاك القاعده الليمون اش يدير هنا هذاك الليمون غير اللي بغى مثلا ينسم به او لا تنديروه زواق من الفوق تنقطعوه تنوريك دابا كيفاش كنقطعوه دونك صافي سي بون صافي هذا هي القاعده هذه هي القاعده وتنخلوه ندخلوه للثلاجه واحد المده ديال جوج سوايع ما يفوق من جوج سوايع باش تيبرد مزيان من بعد تناخذوه ناخذينا بحال هذا الشكل هذا تيخرج هنا وقطعتي من جنب ولا غير قديتي لا هكا خرجت المول كينزل راسو من بعد هذا سولتيني على الليمون الليمون هنا من بعد ما تنديروا الشوكولات من بعد ما تنديروا الشوكولات ما تنكثروش الشوكولات لان الغبره الشوكولات ملي تناكلوها مع هذا ما تعطيناش ذاك لو كو ديال التيراميسو دونك هنايا علاش قلت لك كنهزوا مثلا هاد زيست لو زيست غير بحال هذا الشكل هذا هنا تنديرهم اختياري اللي بغيتي يديروه تنزوقوا به لان حتى هذا مزيان تيعطي واحد النكهه هائله يعطيك الصحه شيف هادي شكرا على
على الوصفة ديال اليوم تيراميسو. أتمنى بأنها وصلت لكل المشاهدين والمشاهدات ديال صباحية دوزان. طريقة سهلة، المقادير أسهل. أنا كنت متخوفة من الماسكاربون، ولكن شوف هذه أكد لي بأن الماسكاربون ولات رخيصة، ما بقاش شي غالية بزاف. دونك شكرا لك مرة أخرى. غير كيف ما قلت قبيلة، ما ناكلوهاش مورا الرفيسة، ياك إما هذه إما هذه. شكرا لك. نمشيو اللحظة لمدينة أكادير مع المصممة ديالنا نادية أفروخ، ضيفة الليلة ليلى حدي وفقرة اللباس التقليدي. تصاميم جاتنا من أكادير، غادي نكتشفوها معاك ليلى حدوي والضيفة ديالنا. مشكور على تلبية الدعوة وتحمل عناء السفر من مدينة أكادير. نرحب بها، ياك ليلى. يا سميرة، مرحبا بمرة أخرى بلالة نادية أفروخ. مرحبا بك معنا صباحية دوزان. جيتينا وجيتينا بالجديد، ولكن قبل ما نشوفوا العرض ديالك اللي مقترحها علينا هذا الصباح، غادي نتكلموا على المسار ديالك والحب ديالك لهاد القفاطين. كيفاش جاتك الفكرة وفوقاش بدات هاد الحب ديالك؟ انا دائما مولوعه بالقفطان، كيعجبني ودائما بحال قلت كنقلب على شي حاجه اللي تواتيني في المناسبات. بحال قلتي درتي فورماسيون، خديتي دبلوم، وقلتي اجي نصوبت انايا. لا في الاول بديت، مي ابخي درت لي فورماسيون. تكلمينا على اللبسه وقلنا شنو باش مصوبه. هذه سي لاكيبور من التحت والكريب من الفوق، وكلها مطروزه بطرز اون غولييف ومنبته بالجوهر البلدي ولي بايت وبلان دو تركيز. قلتي لي بانك انت كتكوني جالسه وكتختاري ضروري شي رشمه ضروري ضروري بحال الحطه دابا لا مانيير باش تحط الطرزه. سي دابا تما كرياسيون، سي تا كرياسيون. تبارك الله عليك. وحتى داك اللون ديال المضمه حميتيه، داك لا تونيك لو روج، سي تري تري. درتها اكسبري حيت تنبات في اللبسه شويه خفيف، مي المضمه درتها شي شويه عمره باش تقدر تحمي اللبسه. لو شوا ديال لا كيبيغ علاش في هذه اللبسه هذه ما اختاريتيش شي حاجه؟ كتجي راقيه، كتجي غلامور. سي فري كلا دونتيل كتبقى دائما حتى الرسمه ديال اللور في التحت ديال الزرزره. الله يبارك فيك. دونك هذه بسقلي، كلها بسقلي الحر. بسقلي الحر كلها نز ديال اكادير، حتى هما يعني عندهم دقه. هو لا كاين الناس دقه وعشاقه، دقه في الخدمه. تبارك الله عليك. انا تنشوف حتى اللبسه اللي لابسه وتنشوف تبارك الله فيها الخدمه. انا بعدا تنهنيها على اختيار اللون كولا بزاف. توت مي كليون كيقولوا لي عندك وعندك حتى لا فينيسيون مزيانه. عندك حتى لا فينيسيون يعني دوبلي. تبارك الله عليك. كنبغي ندير ديك لاطيش شويه تقليديه وديك سميتها التليجه شويه جديه فرصه باش ما نخرجش. هذه دونك هذه اللبسه هذه هي موديرن، بلي موديرن على الاول. فوالا ستيل غوب قطن او ميم طون. كيعجبك لي شوز اون غولييف ياك؟ تنشتا في الكوليكسيون ديالك. دونك هادو سي دي فلور اون غولييف. باش كل حاجه تبان بوحديتها، يبان التيسو بوحدو كوم سا. داكور، دونك هذا سي دي تول. فوالا سي دي تول كله بلا دونتيل منبته، دي فلور بلا دونتيل منبتين ودي فلور بالطرز. ولاحظت بان المضمات ديالك كلهم رقاق، واش سي طاكطوش ولا انه كنديروا كلشي كلشي غير لا روب غالبا كتبغي شي حاجه تكون رقيقه شويه، رقيقه ما تكونش عريضه. وكيديري بعد الناس ديال اكادير؟ كيف خليتي اكادير بعدا؟ كاينه شي شتا؟ لا ما كاين والو، ما كاين والو. وان شاء الله ان شاء الله اكادير مشمسه. اذا هذه قلنا كيف قلنا قبيله سي دو ساتان من التحت ياك، ولا سي دو سي دو لاسوا؟ وي كل هاد لاسوا وتول. دونك غادي نشوفوا لبسه واحده اخرى مختلفه، يعني عندك انت جبتي لنا اون كوليكسيون باش نرضيو جميع الادواق. اكزاكتومون. هادي حتى هي سي دو زيولا، هادي سي دو بروكار من الفوق، كلها مخدومه بالمعلم. عجبتني لا كولور، ولا حتى لو كول، لو كول غزال كيحمق. سي كلها راه الفوق كله دي ديكوب باش يعطيني داك لو كول، ما هو اوفيسيي ما هو. ودرتي بالعاني هذيك لا جوب باش تعطي ديك لا فلويديتي ديال لا توني. تبارك الله عليك لاله نجا. كنبقاو دائما في المضمات رقيقين. هو قفطان وغوب او ميم طون. جولي. تنشوفوا يعني اللبسه كتكون كل وحده مختلفه على الاخرى، وفي نفس الوقت درتي دو ميلون زعما ميلونج دو تيسيو اي دو كولور. تيسيو دو كولور وي. فاش كنشوفوا شي كتتمشي العريضه كيبقى داك لا فلويديتي في اللبسه هادي. خدا لي التحتاني راه خدا لي بريسك 7 متر التحتاني. 7 متر غير التحتاني ديال الكسوة. اذا غادي نشوفوا لبسه اخرى اللي مقترحه علينا نادية. لا توش ديالك دائما تتغلف، يعني كديري لا دوبلور بلون اخر ياك؟ هو اللي كندخل في التنبات لا كولور، تلاحظ بان باينه في في المضمه لا سانتور كلها فيها، وحتى في الطرز. وحتى في الطرز. اذا هاد التليجه اللي تنشوفوا
هذه لاصوا من التحت وتليجه والفوق لاصوا عاوتاني ودرنا درتو بزواق المعلم ومن جو جو داك الترز بحال شي ان اكسسوار فوالا فوالا اكسبريج لي فيك بري جا بحال كيما قلتي ان اكسسوار محطوط مختلف على داكشي اللي تنشوفو فوالا الحطه مختلفه ومن البعيد تيبان بحال فريمون اكسسوار محطوط ماشي هو باش مصوب بليت بالمعلم المعلم يعني سي بسقلي داكشي كاع بسقلي مي رشمه انا اللي كنرشمها للمعلم تبارك الله عليك انت شنو ليزوريجين ديالك انا الاصل من بنت الرشيديه داكو تحيه للناس ديال الرشيديه الصباح اللي تيشاهدوك كيفاش يعني كتجيك هذه الفكره باش تصوب القفطان مثلا واش تختار الالوان تختار الثوب ولا انت كتشوفي تتخيلي اللبسه او بيان سور اول حاجه الثوب هو الاول اول حاجه الثوب كتختاريه هو الاول عاد كتقدري تشوفي شنو اللي غيجي مع هاد لاكولور ولا ان اوتر تيسو معاه اللي غيباتي واش عندك الرشمات مثلا اللي كتصوبي ضروري عندك مصوبين نادين كتصوبهم ضروري انا كنرشمهم لا واش كتصوبهم على حسب اللبسه ولا كتصوبهم ديجا قبل وعاد كتشوفي فين تحطيهم لا انا حتى كتفصل البياسه ويخدمها المعلم يدوز ديك الطفيره عاد كنحط لك كرياسيون ديالي داكوغ دونك هذه عاوتاني شكل اخر سي دو لورغانزا دو سوا كلها منبته هي مخدومه فيها لي بايات وفيها دي سترتي كلها الله يبارك فيك فيها قلتي لي بان فيها بحال هذوك ديال الساري فوالا كنقولوا له المهم لو تيرم ديال المعلميه كيقولوا الحنتيك الحنتيك فوالا الحنتيك وشنو الداخل باش مغلفه من زعما من الداخل فيها لا سوا من كلها دونك سي لورغانزا دو سوا لورغانزا دو سوا كلها خاويه كلها منبته طالعه كلها بتنبات ودي فلوغ بالراندا وطرز اون غولييف اون ميم طو قلتي لي قبيله بان درتي لي فلوغ بالراندا وي يعني كاينين دي فلوغ اللي كيكونوا مصوبين كنشوفوا بالموزونه وكاينين بالراندا كاينين دابا فوالا كاينين دابا دي تكنيك تبارك الله وحتى لي فيديو تبارك الله عليك كرتي فيها الله عرفتي كنت نسال في نفسي تنقول شي اللي جابتهم ولا لا ضروري مع لي ديفيلي كديرهم كل مره غيخطات وعندك شي عروض ازياء ان شاء الله مقبله عندي ان شاء الله في الوان اكادير لا عندي مع الوان الاطلس لا ثوازيام ايديسيون في الناظور وعندي في لو دو وعندي عاوتاني في طنجه ان شاء الله لا ثوازيام ايديسيون ديال تيبوان فاشن تبارك الله اللي كنعمل انت دونك نشوفوا هذه اللبسه الاخرى اللي مقترحه علينا هذه ديما تنبقاو بالمضمه رقيقه هذه سي دو ساتان دو شيز مع التوب في لي مانش هذه عاوتاني سي ان ستيل مودرن فوالا ديما تدير شويه مودرن شويه كنحاول ما نبعدش على التقليدي بزاف مي تبارك الله عليك كلها بلي بانو كلها بسواق المعلم ودائما مضمه رقيقه تحيه للزوج ديالك اللي جا معاك والبنيته ديالك والاخت ديالك والناس ديال اكادير اللي تيشاهدونا هذا الصباح ومرحبا بك مره اخرى جيتينا بنوفيل كوليكسيون ان شاء الله وما نساوش الناس ديال رشيديه طبعا شكرا لك لاله نادية اكبر على تلبيه الدعوه وتحيه لك تحيه من خلالك الناس ساكنه مدينه اكادير نمشيو اللحظه للفقره المواليه فقره الجمال مع غزلان مكوار غزلان صباح النور صباح الورد سميره صباح الخير جميع مشاهدات صباحيه التزام اذا اليوم غادي نطلعوا على الربيع من خلال اون باليت ديال المكياج اللي غتقترحي على المشاهدات اليوم ياك انا ما جبتش بزاف انواع المكياج لان باش نقتصدوا على السيدات لان المكياج تيقول لنا غالي وتقدموا لنا بعض المرات بزاف المواد دونك حنا غنقدموا كيفاش يمكننا نزينوا في هذا فصل الربيع شنو هما لي طوندونس يعني شنو هما اخر صيحات الموضه في العالم ديال المكياج الوغ مازال بالنسبه للسيدات اللي غيخرجوا يديروا شوبينغ يتقداو شويه المكياج نقول لهم بان الماكياج باقي دارج موضه لي طون دي نود الوان ترابيه خفيفه اللي كتواتي يعني جميع الوان ديال البشره يعني كيجي الماكياج تري تري ناتوريل كيف ما تتشاهدوا في الموديل دونك انا حضرت لها النصف ديال الوجه والنصف الاخر غادي نشوفوك تتحضريه باش نتعلموا معك كيفاش نديروا الريسته دونك نخليك تصوبيه واخا سميره دونك كيف ما تيشاهدوا السيدات بان الالوان اللي درنا للسيده معنا اليوم والوان اللي هي خفيفه لي طون دي نود اللي سدات العين ديالها سطينك الوان اللي هي ترابيه خلينها لها بالنسبه للسيدات اللي محتجبات ولا بنيتات هكذا صغار ما تيبغيوش يقيسوا الحواجب ديالهم شوفوا شوفوا واش نيتوي
وبالنسبه اللي ما تيبغيش يقيس الحواجب ديالو غنوريهم كيفاش يمكن لهم يدرقوهم غير بالفارا بوبيير. دونك اول حاجه حنا خدمنا ديجا سبقنا وخدمنا لو فون دو تان، درنا لونتي سيرن، يعني جميع المراحل، شويه ديال الكونتورينغ، دونك جميع المراحل ديال المكياج اللي تعرفوا السيدات كلهم في البيت تبارك الله عليهم يديروها بوحديتهم. دونك ناخذوا اما قلم اما فارا بوبيير، السيده فاش ما ارتاحت، المهم اللي كتهمنا هي النتيجه. دونك غناخذوا الحجبان ديالنا غادي نمشطوهم بهذه الطريقه ونحاولوا نساو هذا الزايد هذا نساوه، نتعاملوا عادي بحال راه ما كاينش ونعمروا هذا البلايص اللي شويه خاويين بهذه الطريقه هذه فوالا. وانا غنخدم غير بصباعي كيف العاده باش السيدات ما يكونوش مضطرين انهم يشريو دي بانسو غاليين في الثمن، حنا من باب الاقتصاد. دونك غناخذوا الالوان الترابيه درجه الموضه هي هاد كيف ما تتشاهدوا معايا، انا حيدت ليها باش ما يبانوش لي مارك. دونك الالوان يعني في الماركات عديده باثمنه عاديه، دونك هادو هما لي كولور انا حسب السيده شنو لابسه والالوان اللي غادي تجيها مع الوجه ديالها ومع حرفاتها ومع لا كولور ديال العين، خديت هاد الالوان هادي. دونك غناخذوا اللون اللي هو هاد البيج مفتوح بزاف وغادي نوضعوه على هاد الشعر اللي حنا ما زولناش باش نكاموفليه ونغطيوه وتنحلو بنفس الوقت العين ديالنا بهذه الطريقه هذه فوالا. وغناخذوا اللون اللي مغلوق عليه تقريبا بجوج درجات هذا، غادي نحطوه من داخل ديال العين بهذه الطريقه. سميره تلاحظي معايا، كنتمنى ان السيدات يكونوا يعني تيتبعوا معنا وانا خدمت غير بالصبيعات ديالي باش يمكن لهم يجيو. وغادي نجيو لو كوان دو لوي، دائما الطرف الاخير ديال العين هو اللي غنوضعوا فيه هذا اللون اللي هو غامق فوالا بحال هكذا. غادي نهزو، انا كنفضل نخدم بصباعي لان البانسو تيضيع لنا شويه الفارا بوبيير وما تيتحطناش اللون هو هذاك. دونك هذا مشكل كيتشكاو منه السيدات، نعلمهم يخدموا غير بصبيعاتهم، الطريقه كتكون اسهل. وغنجيو لو كوان دو لوي وغادي نديرو بهذه الطريقه، نحطوا واحد الكميه ونبقاو تندورو ونطلعوا شويه على الجفن باش السيده ملي تتحل العين ديالها، حل عينيك، حل 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 شوف فوق، تتبان العين غدا اون اموند بحال لوزه فهمتيني فوالا بهذه الطريقه فوالا. وشنو مازال دارج على الموضه هاد السنه هو الايلاينر، غندير لمسه خفيفه ديال الايلاينر يجي غير بحال العين تتبان بحال مكحله. ودائما الايلاينر ما نجيش ونحطو من الداخل ديال العين ضربه واحده، نبدا من الوسط وانا غادا وتنغلط شويه هكذا، وغادي نجي وندير ناخذ نجبد شويه العين ديالي من هاد الطرف هذا ونديرو رقيق باش العين ما تتبانش راه كاع واضعين الايلاينر. حل عينيك فوالا تتشوفوا. غادي ندير لها الماسكارا اللي هو اللون ديالو اسود، ستينك واخا يشوفوا ازرق من على برا ستينك لانه هو ماسكارا وفي نفس الوقت صوان كنا قدمناه لهم من قبل فوالا. وشنو اللي دارج موضه هاد السنه هو الالوان اللي هي فاتحه من تحت من العين، غنوضع عليها الازرق لانه دارج موضه بزاف والسيدات كيبغيو هاد اللون، لان السيدات العمليات اللي تيلبسوا جين بزاف ايتو كيجيهم اللون كيجي رائع. شوف من الفوق وغادي نجي ندير العين من هنا. وهادو على ذكر هادو دي كريون، ناخذو دي كريون اللي هما دايرين تقريبا 40 درهم ما غاليينش، ولكن اللي زوين فيهم سميره هو انهم واتر بروف ما تيضيعوش بالماء وغيمكننا نكحلو به حتى من الداخل فوالا. وحنا ما كملاش 5 ديال الدقائق صوبنا عين ديالنا وغيمكننا نظهروا بلمسه اللي هي خفيفه زوينه على الموضه وبنفس الوقت رشيقه. ومن بعد غادي نديروا فاراجو ديالنا بهذه الطريقه هذه فوالا فوالا. شوفوا فوالا وغيمكننا نخرجوا سميره بحال هكذا ليفي تري تري ناتوريل، الوان اللي هي طبيعيه طلة وإشراقة، يعني السيدة اللي عملية ما غاديش تحتاج كثر الماكياج كثير
ولكن رائع وطبيعي. دونك حتى لو روج عليف ولا لو غلوس الا شفتو غادي نزيد لها شويه. حتى هو درت لها لون اللي هو نود ناتوريل، وهذا المكياج ستيل هدى جنات كيف ما قبيله عجبها بزاف. دونك بالصحه والراحه للجميع. ما شاء الله عليك غزال تبارك الله، يعني بين الفرق واضح جدا، والمكياج خفيف ولامع يعني بالوان خفيفه وربيعيه. شكرا لك على هذه المراحل كلها اللي تبناها معك بمتعه كبيره جدا. تلقاو عما قريب ان شاء الله فقره الجمال. اللحظه نمشيو نستقبلوا الضيف ليلى شوي، فقره نجوم ونجوم. هو طبعا المعروف نزار ايديل عائلة فنية، لكن جا اليوم بالجديد ديالو غادي نقدموه على صباحية دو زمان. اكيد سميرة فنان ما شاء الله عليه، عنده احساس كبير، فنان مبدع، فنان مزج ما بين الغناء التلحين وكتابة الكلمات والغناء ايضا. فمرحبا بك سي نزار ايديل في صباحية دو زمان مرة اخرى. الله يبارك فيك، صباح الخير عليكم. اهلا وسهلا. اذا قبل ما نتكلموا على الجديد ديالك، انت فنان تبارك الله عليك، مزجتي ما بين عندك مجموعة ديال المواهب، التلحين، كتابة الكلمات، تعاملتي مع العديد من الفنانة في الساحة الفنية المغربية كعبد الرحيم الصويري، حاتم عمور، سعد المجرد، كذلك خولة بن عمران. أنا بغيت نسولك أشنا هو الإحساس ديالك مني كتشوف شي عمل بحال مني كيغني شي فنان بحال هكا وكينجح، كيفاش كيكون الإحساس ديالك يعني وأنت عندك واحد يد في هذا العمل هذا؟ بطبيعة الحال كنفرح لأن ذاك العمل كيكون خارج من عندي أنا، وقبل ما يخرج ذاك العمل كنكون زعما كنطلب الله داك العمل ينجح، وخلاص ملي كينجح كنفرح بحال كاع الناس. فنزار كيفاش كتتم المساله ملي انت كتكتب وكتلحن، عندك الاستوديو ديالك، انت مقيم بطنجه ولكن الاصل من فاس، كيفاش كتتم هذه المساله كتكتب وكتلحن وعاد كتختار الفنان اللي غادي تتعامل معاه، اولا الفنان كيجي عندك تيقول لك فوالا انا راه سمعت عليك وعندك اعمال كثيره في الساحه، كيفاش كتتم هذه المساله هذه؟ وبصراحه انا درت الالحان ماشي باش نكون ملحن للمغنيين، يعني هذاك غير طلب ديالهم، هما كيطلبوني كيقول لي بغينا نتعاملوا معاك دير لنا اغنيه، كندير لهم اغنيه. اما زعما انا درت الالحان غير باش يكون عندي واحد اللون ديالي خاص بيا لان انا كنغني، هذا الشيء علاش. اذا عملتي مجموعه ديال الاغاني، انا معجبه بالاغاني ديالك، فيما كتصدر شي اغنيه كنسمع ليها تبارك الله عليك، واللي بالعربيه الكرامه طاح على راسه، وغيرهم غيرهم من الاغاني. اليوم جيتينا بالجديد، اوكي طاح على راسه، طاح على راسه، اوكي حتى هي اوكي قبل منها طاح على راسه، اللي عملت يعني كنسمعوا عليها كثير في مجموعه ديال الاذاعات المغربيه، وعملتي مجموعه ديال اللقاءات بها. شنو نجاح هذه الاغنيه هذه وكيفاش جات، كيفاش تكتبات؟ هذه الاغنيه كلمات ديال محمد المغربي اللي كنوجه له التحيه، والالحان ديالي، والتوزيع كان مشترك بيني وبين بلال افريكانو اللي كنوجه له حتى التحيه. اغنيه تصوبت بواحد السرعه لود، قريت الكلمات وعجبوني بزاف، ودرنا فيها واحد اللحن جديد وواحد التوزيع جديد بواحد الطريقه جديده، وحتى الاسلوب باش تغنات اسلوب جديد. شكون طاح على راسه هو ولا انت؟ انا طاح على راسي. هما هي الاغنيه كتهضر على يعني واحد كيبغي شي وحده وهي كتفلى عليه ما عطياش الوقت، وكنقول في الكلمات شافوني مسلم ما كنتكلم، قالوا المعلم طاح على راسه، صابر وانتيا كتعيقي عليا، لا يا البنيه هذا الشيء فات قياسه، عاجبك الحال نجري وراكي كيف المجنون، هذا ماشي حب هذا ماراطون. يعني لقيت راسي كندير العدو الريفي ماشي الحب، شي علاش يعني هذا واحد. حتى الايقاع اللي سمعنا في هذه الاغنيه هذه، مجموعه ديال الاغاني في جل الاغاني ديالك، الايقاع مختلف على داكشي اللي كنسمعوا يعني في الصح، يعني انت كتحاول تغير ياك ولا لا؟ ضروري دائما، لان باش تدير واحد العمل وينجح خصو يكون ما كيشبهش الاعمال الاخرين. نسمعوا طاح على راسه، يلا نسمعوا في هذا الصور. شافوني مسلم ما كانت تكلم، قالوا المعلم طاح على راسو، صابر وانتيا كتعيقي عليا، لا يا البنية هادشي فات قياسو. شافوني مسلم ما كانت تكلم، قالوا المعلم طاح على راسو، صابر وانتيا كتعيقي عليا، لا يا البنية هادشي فات قياسو، عاجبك الحال نجري وراكي كيف المجنون، هذا ماشي حب هذا ماراطون، عاجبك الحال نجري وراكي كيف المجنون، هذا ماشي حب هذا ماراطون. واو واو
دير ليها فيديو كليب نزار ولا لا؟ لان تبارك الله حققت لك نجاح دابا الان وكلشي كيتكلم على هذه الاغنيه هذه وغتعمل لها فيديو كليب قريبا. نو ما باغي ندير لهاش كليب. علاش؟ على ود هي من الاول كانت الفكره انني نديرها غير هكا بالكلمات مكتوبين وصافي ومنين نجحت هكا ما كاين لا زعما ندير لها الكليب، يعني الكليب كيعاون شويه الاغنيه. ما انا في الاول اعتمدت انني ندير الاغنيه بلا كليب. تتوجد شي حاجه هي اللي غتوجد. يلا تكلم لينا عليها. يلا قول لينا. كاين اغاني جداد كنت غنحط الاغنيه الثانيه السينجل الثاني بالحق ما نزلتوش على ود الاغنيه نجحت ديال طاح على راسو، خصني شويه نتقل واحد شويه على ما تاخذ راحتها مزيان وعاد نحط الاغنيه الاخرى. مع دابا مع من كتعامل من الفنانه المغاربه اللي كاين شي حاجه جديده؟ كاين تفاجئنا بها شنو جديد لما كتكتب دابا لما كتلحن؟ بغينا السبق ما كنتش باغي نبقى زعما نتعامل مع الفنانين، ولكن ملي كيعيطوا لي كنحشم عاوتاني مره واحده اخرى. بغيت زعما نشوف غير الجهه ديالي. دابا راه كاينه اغنيه ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى مشكل. درت اغنيه لعبد الرحيم الصواري واحده اخرى الثالثه، اغنيه دينيه واحده اخرى. اييه فوقاش نسمعوها ان شاء الله في رمضان. في رمضان احنا خدمناها دابا وان شاء الله قريب في رمضان تخرج. وكاينه اغنيه لواحد الفنانه كانت في ستار اكاديمي هذا العام، درت لها سينجل سميتها سكينه. تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف نزار في الدور ديالك. الله يبارك فيك وان شاء الله نتلاقاو بالجديد الشادي. بالجديد ان شاء الله. غادي نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله لصباحيه اخرى من صباحيه دوزام مشاهدينا، وغادي نتكلموا على اليوم العالمي لداء السل في الفقره الصحيه. سي نبيل ياشي غادي يكلمنا على فوائد عباد الشمس او الزريعه. الشيف هادي محضر لنا غراتان بالخضر على بروفونسال. الكل والمزيد صباحيه دوزام، نهاركم مبروك.